الوضع الانتخابي هو تحت أنظار معنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي معنا الجهة الرسمية التي مناط بعهدتها أن ترصد كل الخروقات وكل الانتهاكات اللي تمس القانون الانتخابي واللي تمس معناها من الخطاب الذي قد يتعرض في مضامينه وفي رسائله المشفرة وغير المشفرة لذوات البشرية، سواء كانت المترشحة وغير المترشحة، وخاصة في وضع لابد أن نعيد وننبه ونؤكد، وأن تونس راهي في صدد بناء تجربة ديمقراطية، راهي تونس ما عندهاش مؤسسات ديمقراطية، نحن بصدد بناء المؤسسات الديمقراطية، وهذا يحتاج إلى قدر كبير من الرصانة ومن الروح العالية من المسؤولية الوطنية. بالتالي فليذهب إلى الجحيم التنافس الانتخابي إن كان مقعد الكرسي يعني ثمنه وحدة شعبنا، وحدتنا الترابية، ووحدة نسيجنا الاجتماعي. احنا في الاتحاد العام توصل الشغل والرباعي الراعي للحوار سوف لن نبقى معناها مجرد متابعين وملاحظين متى شعرنا وأنه شعبنا ودولتنا ومعناها سلمنا الأهلي يصبح مهدد، باعتبار وأنه المسألة الانتخابية هذه تحسم فيها الصناديق بالطرق الديمقراطية، ونحن نفخر ويجب علينا أن ويجب لنا أن نفتخر أمام معناها الشعوب العالم بأنه تونس شعبها القائد المعلم الذكي الناضج في ظل وضع صعب نجح باش يعمل تجربة ديمقراطية وانتخابات مقبولة بكل بالضبط. هذا اللي نحب نتوجه فيه، أنه فليتنافس المتنافسون بالأشكال الديمقراطية من أجل نيل ثقة الناخب، ولكن أن تكون هذه معنى الثقة على أنقاض معنى التوانسة ومصلحة التوانسة ومستقبل التوانسة ووحدة التوانسة وتحابب التوانسة وقرب التوانسة لبعض من بعض، هذه جريمة وطنية يجب أن لا نلعب بها. وبالتالي أنا نقول وأنه في الدوكيمون اللي قدمتوه سي أحمد ما نعرفوش فاصون اللي جبتوه في الواحد هذا يذكرني معناه يحكي على الجنوب، تانا ولد الجنوب، واشتر التوانسة من الجنوب، واشتر التوانسة متداخلين عائلاتهم بالشمال والجنوب، وأنا زوجتي من عمق الجنوب، عمقه معناه أنت، وكيما ولدي يمكن غدوة مش ياخو طفلة من عمق الشمال معناه وبنتي اتسترا. يتالي راهي هذا خط أحمر يجب أن لا نلعب بالنار، وبالتالي ما يذكروناش بالتجارب المريرة بتاع جون غرينغ هذا اللي بدأ يحكي على أوضاع معناها معيشية واقتصادية وتهميش وكذا في جنوب السودان، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح عميل الموساد الإسرائيلي واللي السودان قسم إلى اثنين. ونحب نذكر وأنه حركة التحرر الوطني عشية الاستقلال الوطني في سنة 55 و56 وما تلا ذلك معناها من الله كانت أول خطوة قاموا بها معناها ثوار الحركة الوطنية على مستوى المغرب العربي، هو أن تنادوا في مؤتمر طنجة من أجل وحدة المغرب العربي كخطوة نحو تحقيق الوحدة العربية. وبالتالي نحن نتطلع إلى وحدة جامعة تسلم شمل العرب حتى يكون لهم كيان وموطأ تحت الشمس وفوق الأرض، مش أني نعمل في خريطة الجنوب معناها بإذن الله ومستعد باش يقاتل من يريد أن يقاتل ففلسطين، ونحن معناها في ليلة أحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اللي نتوجه لهم بتحية إكبار ومساندة وتقدير، نقول لهم ففلسطين أولى بها، أما تونس فلا يمكن أن يكون بين أهلها وشعبها إلا الوئام والسلام والتحابب والتآخي، وعدا ذلك فيجب علينا أن نفتش في الجهات الأجنبية المترصدة للتجربة التونسية الرائدة، ونحن في الاتحاد وفي الحوار الوطني سنسعى كما سعينا، وهذا وجب وطني موكول لنا ولكل الشرفاء والأحرار وحرائر تونس أن يتجندوا لحماية هذه التجربة، وأن يتجندوا أيضا لحماية وحدتنا وتماسكنا، لأن المتربصين لنا في الليل وفي النهار وفي الداخل والخارج يبدو أنهم معناها أصبحوا معناها مؤثرين.